اليوم في كوفي تايم مع الضيف تاع المتميز اللي راه دايرنا اومبيونس نيشان مانا ليك، راه دايرنا اومبيونس مهبوله الاستماع ديجا داهر الله يكثر باللي زانفيتي لي في مانتا. زهر الدين من اليوم ماكش معانا. انا ماشي موسوس، دوك حلقتنا تفري فيها توسوس. هذا خويا يبغي يجي انيمي بلاصتي في اي وقت مرحبا بك. الله يحفظك خويا وموهبه فيك الله يبارك. ناس شافت على المباشر الموهبه اللي عنده موهبه، ماشي انا نزكيه باسكو صديقي. المهم لا كرونيك تاعنا الفو با تكذب لي ان شاء الله تكونوا ولفتوها وفهمتوها. مدوا ثلاث خيارات للضيف تاعنا اللي هو انس الناح، واوبليجي عليه يختار وحده بلا ما يقعد يجيستيفي ويكثر في الهضره، والا بغى معليش ثانيه. صح شاول انا نسربي القهوه في هاد لا كرونيك ما تشوفها. يعجبك ما يشوفش شوف زمان القهوه ما نشربهاش. عباك بلي دفقتها الحلقه الاولى. انا باليش شفت قهوه اللي دفقت في اللايف. والله هذيك الموهبه مسكينه راحت دارهم غير قهوه. ان شاء الله غادي على جال زهرو ومن غادي نشرب قهوه اليوم. انا جايك انت خاطي قهوه ولا خاطيين؟ لا بصح غادي تشرب قهوه فيها سكر. قهوه تاعنا بنينه 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 فيها سكر. اوف انا تلقيت راجل ولا ولد ما يشربش قهوه سا بروميير فوا. واه انا قهوه ما نشربها. نشرب قهوه هكا تاع الدار خفيفه بزاف صح. مين داك مين يكون معروض يحشموني تاع والله غتشربها يا نشرب. انا كنمشي قهوه حليب فرونسي ما نجوزش نهاري. خلاص تفضل الاخ. شكرا منال. اول حاجه ربما نقولها لك انس، شكون اللي وقف معاك في المجال من هادو ثلاثه؟ زياد سعيد كسال ولا انس تناح؟ وتك فهمني واش راني قاصد انس تناح. وراك فهمني على زياد وعلى سعيد كسال. زياد شركه الانتاج اللي كنتو كيف كيف بعد العوده ونقعد قلتو. سعيد كسال قناه واب تي في السابعه اللي فتح لك البيبان. انس تناح روحك كاين اللي يقول لك انا هو الدواء تاع روحي. الزوج على بالهم بون. انا غادي صاي تهنيت من روحي. ما تجيستيفيش حنا. ما تجيستيفيش حنا. انا اللي نحصلك غير شويه. شويه نجيستيفي شويه. هما الزوج راه ما عارفين شا كاين، هما عارفين غايه شا كاين، بصح قلت لي شكون اللي وقف معاك؟ سي سا. بون اللي لقيتها فريمون لقيتها في الكارير بزاف في الكارير تاعي ولا سوا في الدنيا زعما بنادم ما يكذبش. باسكو سعيد على باله فاش وقف معايا وفاش عاوني. وزيد على باله فاش وقف معايا وفاش عاوني. انا نقول الشعباني زياد. الشعباني زياد اللي وقف معايا في الدنيا بزاف. الله يبارك. انا السناح مير سوفينير تاعك اوت غوستو دو ميستيك الغلطه اللي كنا نشوف فيها ولا كاميرا كاشي تنخلع بين هاد الثلاث اعمال اللي قدمتها شكون هو لي بوغ توا سي لو ميغ سوفينير تاع الكارير تاعك؟ قهوه غوستو. قهوه غوستو بدون تردد. بدون تردد كون نقول لك اختار واحد من هادو ثلاثه اللي باسكو على بالي بلي عزاز عليك باسكو انت متعدد المواهب. مسرح تلفزيون والسينما. السينما ديريكت. سينما يعرضوا عليك تتقهوى مع هاد ثلاثه تاع الناس كونسونطري مليح باسكو فيهم معنى. تتقهوى مع مسيو جعفر قاسم على خدمه ولا تتقهوى مع مسيو جمال دبوس على خدمه بيان سير في الوامان شو ولا تتقهوى مع الوالده في الدار؟ وخمم مليحه باسكو هاد لا كيسيون بياس وراك على المباشر راهم يشوفوا فيك كاع الناس يشوف فيك الوالده وجمال دبوس وجعفر قاسم. مع الوالده في الدار سير. نقول لك على قول لي علاه. باسكو انا واحد من لو جور اللي نبغي بزاف ولا ما عشت معاها بزاف على العام اللي كنت صغير هايم برا على العام كنت في الساكوتو تاعي ونخدم في التياتر منا هذه قمت على هذه الحاجه وي بزاف هو نورمالمون راه حاسس نتلي عاوني خلاص صايك ربحتها خلي جعفر قاسم وجبل دبوز على جالها سي بون اكرونجيتها. كون نقول لك تقييم تجربه التنشيط تاعك في قناه السابعه فاشله ولا ناجحه ولا ناقصتها حاجه؟ نقصتها حاجه وراهي بدات نورمالمون معاول بديت تجيب هذيك الحاجه واه اللي راهي في راسي وفي راسك واه هيا اوكي وصافي راسكم في زوج. هذا هو التوزويز لا عم مشاهدينا هذا هو التوزويز فوالا. كون نقول لك اختار من هاد العروض ثلاثه حاجه واه دا لغه خشب وهذوك صوالح وكاع تفضل تفضل وما شو ناجح يعرضوا عليك وتكون عندك انتورني بالك في 48 ولايه تقدم قدراتك المسرحيه بطولة فيلم سينمائي ولا بطولة مسلسل درامي اللي يفتح لك باب جديد في المجال الفني اللي هو الدراما تزيدها كاوبسيون زيادة. خمم قادر تروح تورني وما شو ما يخلصوكش وقادر دير مسلسل ما يخلصوكش وقادر فيلم سينما ما يخرج يقعد في القهوة خمم. أنا في بلاصتك شادير في بلاصتك كنعاونك خمم مليح. شوف هذا فيلم وهذا مسلسل وهذا وما شو 48 سبيكتاك طيب.
هادو هما لي كيسيون تاعي عجبوني كيطول لانفيتي باش يجاوب نحس باللي تعبت في لا كيسيون واه باسكو عبالك الا كنقولوا شو ما كاش حاجه كيما الشو باسكو فاس فاس بيبليك كونتاكت ديريكت كونتاكت ديريكت هذاك اللي هو دليميار ضربه في كل الشعب يابلودي هذيك نعمه كبيره من عند الله دقتها دقتها راني فاهمك الا كنقولوا مسلسل ناجح وتفوت فيه به ميساج صافي بليزير وعلاش لا وفيلم سينما يديك المهرجانات الدوليه امانه كان ان شاء الله خليك في الاخرى مشاهدينا ما نروحوا لكان روحوا لكان ومن بعد نولي لكم نخبطكم في سبيكتاك والله عليها خالص زعما شو على خاطر تختار فيلم سينما فيلم سينما فيلم سينما افضل فنانين بالنسبه لك اللي راهم في الفكاهه كي نقدروا نقولوا افضل فنانين معناتها تاع رمضان ممكن اللي فات اختاريت هذه الاسماء صالح اوغروت لو كرون صالح اوغروت رغم انه درت الاسماء متفاوته ربما غادي يكون عندك اختيار عكس المتوقع نبيل عسلي ولا محمد خساني نحيهم في ثلاثه بالمناسبه تروا سيل ديفيرون هذا هو الهدف من الاختيارات صح ما تقدرش هكاك تجي تخير واحد الاخر عنده كارير كبيره والاخر كاين اللي دار كارير صغيره ونجح فيها في وقت قصير وكاين اللي راه ناجح في هذا الوقت بقوه يا خويا ربي يكون معك صالح اوغروت نبيل عسلي ولا محمد خساني ما كاش اوبسيون بدل لك كاسيو كاين ما كاش اتصال بصديق نديت لك انايا زهر الدين جواد زهر الدين جواد زهر الدين جواد خير ولا حدايا بس كل غير لا لا بعد في ثلاثه هذا الجواب دبلوماسي انا ما عنديش لاكرونيك نبغي نحصل لانفيتي صح صح بصح اسكو المشاهدين ماشي كاع يعرفوا لي ستيل اللي يخدموهم ماشي كاع لوغو تاعك بيرسونال خلينا من الجمهور الجمهور بالك 90% اختار صالح اوغروت اللي هو الاسم لوغو تاعك لوغو تاعك انت لوغو ولا لو ستيل اللي واحد اللي شغل اللي عجبك شغل قريب ليا بزاف اللي هو نبيل عسلي اللي خدم السينما وخدم نبيل عسلي لو ستيل دو نبيل عسلي بزاف تشبه له اللي نحيو بالوقت قولوها لي بزاف لا فوا لا بريزونس حبيبي نبيل عسلي راه كونفوكي ان شاء الله عندنا كوفي طيب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله توحشناك يا رب العالي علاك دينا هكا نبيل لا لا دانيير وين تكون اليز في وهم مع زياد ومع الجماعه ولا في الجي كي تكون خدام وتقضي في امورك ناجحين وماشيين ولا في بالعباس في الحومه مع صحاب والحباب ولا فامي باينه هادي خمم لي حادي ثاني واعر لا كيسيون وين شو باينه في العباس في الحومه ما تقدريش تعرف في بالك الجي كيكون خدام ويكون الاز مورالمون شوفي انا وهران يكون محباب وثاني صحاب ويكون الاز انا نعرف اللي في وهران يبغي وهران تربيت فيها بوكو بليس انا وهران سما فاميلتي بارتو في وهران بارتو وهذه وين سكنت زعما في وهران ديفينيتيف صاي كي تيت بالعباس صافي واحد 5 ولا برسك سيزون راني في وهران ساكن هي جينيرالمون الجون وين قراحتها الاز ماشي مع العائله قراحتها الاز مع الحباب والاصحاب سما نقول وهران وهران تحيه للناس لعباس وهران ومعسكر سعيده تحيه 48 ولايه وتحيه لوهران وبالعباس بالمناسبه باش كان بالكم بلي انا زرت برسك كانت ولايه يا ربي ما باقيليش بزاف ممكن نكمل لاجيري كاع في كاع الولايات ريحت فيهم عباك بلي دوك عطاوني ملاحظه في لاريجي عباك بلي ولينا 58 ولايه على بالك ديما ما بالكش بها بعد بالكش انت ما دوك غادي نعاودوا تشوفوا اكسيون كوفي عاود ولايه شالا ولاد جلال ولاد ولايه تسمى من ولايه ولاد جلال ولا من ولايه بسكره تسمى ماشي ولايه واحده ما وليتيش بسكريه وليتي جلاليه جلاليه انا بسكريه لا وليتي جلاليه دروك ما عندك ما دخلك فينا احنا بسكره سي بون هاو تي ولايه وهنا ولايه تقسيم الاداري جديد انا نقصرو برك تحيه ل 58 ولايه ولا الجهويه وانا قاعد الجزائريه يا سير بلا ما ننسوا بلا ما ننسوا بلا ما ننسوا الجاليه تاعنا اللي راها في الخارج انا نستنى حنا نقول لك ميرسي بوكو بوكو على كيما يقولوا هذه المشاركه تاعك في البرنامج اللي كانت بالنسبه لينا انا شخصيا ربما نقولها لاول مره اضافه لبرنامج كوفي الله يحفظكم انا ثاني والله فريمون راني فرحان بزاف اللي جيت هنايا عندكم وكشو راني حاسس روحي الف بزاف ما فهمتش علاش ما انني الف صح كاين برك نقطه هكا كاين صوتيتو يروحنا هكا على الناشف ما يديرش حاجه ما يديرناش هانشو هذه هي لافونتاج تاع انيماسيون ديو باسكو كنت موجد حاجه سبيسيالمون في لافون وراحت شفنا هكا دي بروبوزيسيون ولا كنا نعطيه بروبوزيسيون اسكو تو بريفير نعطيك تروا بيرسوناج كملوا في لاكرونيك تاع الفو با تكذب تلعب باركينغر باسكو راني متفرج لي سبيكتاك تاعك مافيا ولا تلعب لنا واحد انوش عاقل بزاف هيا خلي واحد هي مع الحطه تاعك تاع انوش بصح انا جو بريفير نشوفك مافيا باسكو ما تبانش كاع مافيا شو هالو شو قلتي لي؟ اما كان كي جينا الشهور وقنطرت قال لهم وقال ما تعرف لي خد لي في زهر وخو سلم عليا الله يحفظك صاحبي سلم عليك زيني واحد تا خويا ربي يخليك تا خويا صحيح تا خويا الله يحفظك غير الباستيف وكلوريات وخافك زهر انا نحكي لكم هذه مشاهدينا خاطر كنت انا وخساني الحيوب الحيوب بالمناسبه
نتمشى في سونتر في وهران. الغاله واحد سلام عليك، مش عارف اللي يكون عاقل عليها ولا لا، عندها بزاف بريود تاع قهوه كوستو. الغاله واحد اخر سناي اروح هذوك اللي يتصوروا معك هكا اي روح يتصور معك اروح نموت عليك خاتني نموت عليك. كنت نسلم عليه ونعقل عليها غايه بريود ماشي هكا سلم عليه بهادي داخل عليه بلاجونسي بلاجونسي كل جغمة كاع طريق هو مساك ما قال لي كي داير لي باش نحيي ثاني خاصة لي مناسبة ولا سهران كاع نحييكم ونحيو مام السيد اللي تصور مع خاصاني شايف يزعف يتلاقاني في وهران ولا قال لهم ما تموت عليكم ما قال له ميرسي بوكو اهلا شرفنا بالحضور تاعك ومرحبا بك عندي وعند منال في اي وقت الله يحفظكم. انا ثاني نقول لكم نقول كلمه اخيره ولا ما كان انا رايح صاي شنو عجبتني نحيي انا باغي نقعد لي كيتيك مرحبا نحييكم ثاني ما تبغون نقعد نقعد زعما يا بعد مرحبا حبيبي مرحبا انا بون كلمتي الاخيره نقول لكم بلي نحيي المشاهدين اللي راهم يتبعوا في كوفي تايم يتبعوها حصه شابه بزاف وتعرفوا على لي زارتيست هكاك بالك اللي ما تعرفوهمش ولا اللي تعرفوا ولا اللي نسيتوهم تعاودوا تفكروا فوالا هذا هو الامبورطون هو نحيي كاع الناس اللي يعرفوني واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش ثاني نحييهم بزاف بون كليكه تاعي زياد يوسف خليل دلال رشا شعباني اكرم ثاني الوالده بيان سور خويا بشير الصغير ليكتا ليكتا بلا ما تسوسوا لي باسكو سي جيت انا اللي هو توسويس وعندي بتي ميساج بغيت نقوله للمشاهدين اللي هو تفضل تفضل الوحده الوطنيه يا ناس نتحدوا وحنا يا وطن واحد وما كاش واحد فوالا ما كاش فرق ما بين قبائلي وكاع هنايا غادي يكون نشوفوا راه معنا قبائل معنا اصحاب الشرق معنا عائله جلاليه فوالا من الشرق معنا كاع الناس الوغ نتوحدوا باسكو الموت وحده ثاني تموت زعما تعاونوا بيناتنا رساله مهمه بزاف.